كيستوجب اننا نخرجوا جوج ديال القيم، قيمه غتعطينا او وقيمه غتعطينا. دونك اذا غنرجع غادي نكتب او اكس او ايغريك او زد او ايغال ايغال ايغال. دونك غنعوض هنا بالتي ايغال او واحد مثلا، لا نعم المهم على اي في الاخر نبدلو. دونك تي ايغال او واحد. دونك غنعوض هنا 3 زائد 3 هنا غتبقى واحد، هنا 4 في 1، بمعنى ان او سسوغا اكس او 6 ثم ايغريك او 1 ثم زد او ايغال 4. ثم غنمشي ثاني لاف، دونك اكس اف ايغريك اف زد اف ايغال ايغال ايغال. دونك سنعوض بناقص، هاد المرة بناقص واحد، 3 زائد 3 ناقص واحد، ثم واحد يبقى ثابت، ثم 4 ناقص واحد. دونك ستعطينا اف غتعطينا زيرو واحد ناقص 4. دونك او 6 واحد 4. دونك اذا تكون النتيجة هنا في هذه الحالة هي نتيجة 6 واحد 4 ثم 0 واحد ناقص 4. دونك اذا بالتالي دونك غتكون النتيجة صحيحة في هذه الحالة. اذا غنرجع دابا، دونك كملت مع الفضاء المتجه او الحساب المتجهي. دونك الوغ غندوز الوطني 2009، دونك الدورة العادية 2009، وغنخدم او نخدم الجزء الثاني او مسمى بالتمرين الرابع ديال ما يسمى بالتكامل، ناقص جوج ناقص واحد على اكس او اكس على اكس زائد 3 دي اكس، و جي ايغال الانتغرال ناقص جوج ناقص واحد دو ميم لوغ ديال جوج اكس زائد 6 دي اكس. فوالا، دونك واحد الف قالك تحقق ان اكس على اكس زائد 3 ايغال او واحد ناقص 3 على اكس زائد 3. ثم ب بين ان اي يعني ان جي ايغال اي ناقص لوغ ديال جوج. ثم او لا اعرف انا واحد ناقص جو بونس واحد ناقص 3 على جوج. دونك ثم ثانيا باستعمال مكامله بالاجزاء، دونك بين ان جي ايغال ناقص اي. دونك هو تمرين عليه جوج نقاط في هذه الحاله. اذا دونك هنا دونك سي كومبلي، سي ان اكزيرسيس كومبلي ديال الدوره العاديه 2009. اذا غنمشيو قالك تحقق ان دونك الف دونك سهله، دونك غنمشي من ديك الجهه واحد ناقص 3 على اكس زائد 3، غنوحد المقام تو سامبلومون على اكس زائد 3 لي ايغال اكس على اكس زائد 3. فوالا، دونك ب الوغ ب دونك غنمشيو لانتيغرال اي لي ايغال باقي ناقص جوج ناقص واحد ديال اكس على اكس زائد 3 دي اكس لي ايغال ناقص جوج ناقص واحد ديال واحد ناقص 3 على اكس زائد 3 دي اكس. فوالا، يعني ممكن اننا نقسمو ناقص جوج ناقص واحد بواحد دي اكس ناقص 3 ونخرجو ناقص 3 لهنا، ناقص جوج ناقص واحد واحد على اكس زائد 3 دي اكس.
فوالا دونك اذا شنو اللي غنشتقو ويعطينا واحد وهو اكس بي ناقص جوج ناقص واحد ثم ناقص ثلاثة. دونك شنو غنشتقو ويعطينا واحد على اكس زائد ثلاثة هي اللوغ دو اكس زائد ثلاثة ايسي بي ناقص جوج وناقص واحد. اذا غنرجع لوغاريتم الي اكس بريم بصفة عامة هي اي بريم لي اكس على اي لي اكس. اذا اللوغ ديال اكس ديال اكس زائد ثلاثة الشقاق ديالو اكس زائد ثلاثة بريم اللي كتعطينا واحد على اكس زائد ثلاثة. اذا دونك اي جو ريفيان ايسي بوغ لو كالكول دونك على ناقص جوج ثم ناقص في ناقص واحد هي زائد واحد فوالا ثم ناقص ثلاثة فوالا. دونك اللوغ ديال ناقص واحد زائد ثلاثة هي اللوغ دو جوج فوالا ثم ناقص ici دونك ناقص جوج زائد ثلاثة هي لوغ دو واحد هي زيرو. اذا مابقاش عندي والو هنا. اذا دونك كتعطيني هنا ناقص جوج هي ناقص واحد دونك ناقص ثلاثة لوغ ديال جوج في هذه الحالة ici. دونك منين جبت ناقص جوج دونك ناقص واحد ناقص واحد زائد جوج ناقص واحد زائد جوج في هذه الحالة دونك اللي كتعطينا واحد ناقص ثلاثة لوغ ديال جوج وي ناقص ثلاثة لوغ ديال جوج جو مكسكوز. اذا لو ريزلتا سي بون ici في هذه الحالة. donc je reviens ici pour faire مسمى ب المكاملة ب الأجزاء. donc alors غنكتب بعدا التعريف ديال المكاملة بالأجزاء AB إلي X V بريم إلي X D إلي X إيكال إلي X V إلي X بين A و B ناقص الانتغرال A B U بريم لي X V لي X D لي X. بمعنى أن اللي كان عندها هنا U لي X V لي X كنحيدو الشقاق لهادو وندخلوهم الفران بين A و B أوتوماتيك ثم كنديرو الانتغرال ناقص A B ديال U بريم اللي كان عندها الشقاق تنحيدوه ليها واللي ما عندهاش كنديرو ليها الاشتقاق بلا بوزيسيون التالي. إذا جيم إيكال ناقص جوج ناقص واحد لوغ ديال جوج إكس زائد ستة دي إكس. إذا سويت أون فورم نورمالمون لي هي لي تشبه إلى التعريف دونك بالتالي يعني ممكن إضافة هنا ما عنديش إي لي إكس وعندي في بريم لي إكس. إذا هنا ممكن إضافة واحد في هذه الحالة. إذا دونك غناخدو إلي إكس هي اللوغ ديال جوج إكس زائد ستة. أول حاجة غتقول لي علاش غناخدو هذه ونديكراديها؟ علاش؟ لأن أول حاجة ما تنعرفش الدالة الأصلية ديال هذه، بمعنى ما يمكنش غنخرج، إذا بالتالي غنعكس الأمور. إذا دونك هنا تعطيني إي بريم لي إكس لي إيكال جوج إكس زائد ستة بريم على جوج إكس زائد ستة اللي كتعطيني جوج إكس على جوج إكس زائد ستة. إذا غنختزل بجوج مع جوج مع يبقى ثلاثة تعطيني إكس على إكس زائد ثلاثة ساليش مع هادي إسي حديري من الإشتقاقات هنا فوالا. دونك توجور كنستعملو إي بريم إكس على إلي إكس ما حديري من الشقاقات في هذه الحالة، حتى أن كاين البعض اللي كيجي تيختزل هاد جوج مع هاد جوج ميمكنش، ديما عمل غنعمل هنا بجوج تبقى إكس زائد ثلاثة وعاد نختزل، هنا المعملة في هذه الحالة. دونك إذا غناخد في بريم لإكس
لإقالة واحد، ثم أطرح السؤال شنو هي الدالة اللي غندير ليها الشقاق وتعطيني واحد هي إكس، بمعنى جو غوفيان إيسي بهذا الشكل. إذا دونك هذه كنضرب عليها حيت نورمالمون ما عنديش سكون أبل أن في بريم لإكس في تلك الحالة. إذا دونك غنرجع غنكتب أو غنخرج دابا لا شوز. إذا ها واحد ديما هذا هو واحد، هذا ما عندي ما ندير به، معنى إكس عامل فوالا فوالا دونك ألوغ هذا هو واحد. إذا ثانيا هادي أو بلوتو هادي في هاديك، دونك تعطيني إكس في الإكس زائد 3 أو استعمل جوج مرات إكس دونك جو مكسكوز إيسي ستا ستا أن فوالا. دونك إذا جو مكسكوز دونك الشقاق ديال جوج إكس دونك هي جوج واحد، دونك أوتوماتيك جي أن شو بو لا سيرفيل إيسي. دونك دونك سنتج أن لا يمكن أنني حتى ولو غلطت تلميذ أنا شفت بلي بأنها محمولاش. إذا دونك هنا شو اللي عندي إكس في واحد على إكس زائد 3 فوالا. إذا دونك جو روفيان دونك ناقص واحد لوغ ديال جوج في ناقص واحد زائد ستة فوالا، دونك بلوس ان جوج لوغ ديال جوج عامل ناقص جوج زائد ستة ناقص دونك هذا هو اي. ماركي ايسي سي اكس على اكس زائد 3 هو اللي خرجنا قبيله ناقص اي. اذا دونك غنمشي غنخرج ناقص لوغ ديال دونك ناقص 2 هي لوغ ديال 4 زائد 2 لوغ ديال ناقص 2 و 2 ناقص 4 زائد 2 ناقص اي. دونك اذا ناقص لوغ ديال 4 هي 2 لوغ ديال 4 بالناقص دونك تعطينا ان زيرو تعطينا ناقص اي فوالا. دونك تو سامبلومون لا شوز كوم لي فوالا. دونك لاسوس سيت ان اكزيرسيس نورمالمون ديال التكامل اللي هو خارج مسمى ب الداله. اذا دونك شاري دونك كملت هذا الجزء ثم سامر الى جزء اخر. دونك سامر الى تمرين وطني استدراكية 2010 دونك استدراكية 2010 يعني في جزئها ديال التكامل في هذه الحال. ألوغ دونك دونك في السؤال 5 دونك باستعمال مكاملة بالأجزاء بالأجزاء واحد او ديال لوغ دو اكس على اكس او كاري دي اكس ايغال ا واحد ناقص جوج على او فوالا سي نورمال. دونك اذا مكملة بالأجزاء فهاد الجزء ايسي دونك لم يعطونا اي مساعدة. إذن دونك جو روفيان دابا الوضع نضع ماذا؟ ديما اللوغاريتم ديما غنهرسو، علاش؟ لأن ما كنعرفش لي الدالة الأصلية ديالو. إذن إي بريم لي إكس إيكال أ واحد على إكس، تنجي لفي بريم لي إكس هي شكون؟ واحد على إكس كار. حا ديري كاين
كاين البعض اللي لا يفهم ان راه هذه راه هي اللوغ دو اكس في واحد على اكس كاري ماشي في اكس كاري، بمعنى اللوغ دو اكس بوحدو على اكس او كاري يعني واحد على اكس او كاري، بمعنى ان في اكس في هذه الحاله دونك اشنو غنديروا ليه الشقاق ويعطينا واحد على اكس كاري هي ناقص واحد على اكس، اذا واحد على اكس بريم ايغال ناقص واحد على اكس او كاري، هذا المواجه لهنا واش عندنا واحد على اكس او كاري، اذا الداله اللي غنديروا ليها الشقاق واش عطينا هذا دونك هي حذاري كاين كيخلط بين اللوغاريتم الشقاق ديالو وبين الداله الاصليه ديال واحد على اكس، راه هي واحد على اكس او كاري هي واحد على اكس. الوغ توجور هذه ما عندي ما ندير بها، اذا كتبقى ليا واحد او لوغ دو اكس على اكس او كاري دي اكس لي ايغال هذا في هذا ناقص لوغ دو اكس على اكس، دونك بين واحد او ناقص لانتيغرال واحد او هذا في هذا ناقص واحد على اكس او كاري دي اكس. فوالا سي اوتوماتيك، دونك تعطينا لو موان ici ونفتح ندير لوغ دو او على او موان لوغ دو واحد على واحد فوالا، دونك ناقص دونك اشنو غندير ليه الشقاق ويعطيني ناقص واحد على اكس او كاري، او دونك هي ناقص واحد على اكس ديال واحد على او. حداري هنا مكثرين بزاف ديال الحوايج، دونك واحد على اكس هي ناقص واحد على اكس او كاري فوالا، دونك اذا نموا ايسي سي ايفابوري فوالا، واحد على اكس غندير ليها الشقاق واش عطيني ناقص واحد على اكس او كاري، اذا اللوغ دو واحد هي زيرو واللوغ ديال او فوالا اللوغ ديال او هي واحد ناقص ونفتح القوس واحد على او دونك ناقص واحد فوالا، دونك تعطيني ناقص جوج على او والموان في الموان يعطيني بلس ا، سي ريزلتا لي مطلوبه منا في هذه الحاله دونك بكل سلاسه. دونك نستعمل ان بشي بو حذاري من الدوال الاصليه ومن الشقاق ديال اللوغاريتم فهما يخشرفاني كثيرا، علاش اختاريش هذا لان تري تري امبورطون بتشيري، دونك شفتو بان هناك اون امبيغويتي دو ترافاي فهاد لاشوز، شدو راسكم شويه واش بقاو تاكدوا خارج ما يسمى بورقه الامتحان. فوالا غندوزو السؤال لو فامو، بين ان المساحه مساحة حيز المستوى المحصور بين منحنى الدالة سي و دلتا، ألوغ دونك الدالة غادي تصير هي إكس ناقص واحد زائد زائد اكس ناقص واحد زائد لوغ دو اكس مقسومة على اكس او كاري، ثم المستقيم دلتا اللي درسوا ليه الوضع النسبي ديالو، بالتالي سيت ان تخي بون اكزارسيس فوالا، والمستقيمين دو المعادلة اكس ايكال بيان سور ايكال واحد و x إيغال أ أو فوالا، ثم هي واحد ناقص واحد على أو سنتيمتر كاري، بمعنى سي أون تخي بون ريزيلتا كون فا فواغ. ألوغ دونك فاش كنهضر على المساحة، المساحة بين أ و بي يعني x إيغال أ x إيغال بي دوك الحشانيين، دونك القيمة المطلقة ديال إف لي x ناقص إيكغيك دي لي اكس فلويتي و دونك اذا احنا عطاونا الوحده
واحد سنتيمتر ici والوحدة بواحد سنتيمتر ديالها. إذن غنرجع دابا سأحدد المعالم كما هي، يعني واحد أو فوالا جيكخي إف لي إكس ناقص إيكغيك ديال إكس، دونك إي هي واحد سنتيمتر، واحد سنتيمتر، دونك مفيهاش مشكل. نسعطينا واحد أو ثم تنعوض الدالة إكس ناقص واحد بلوس إكس ناقص واحد بلوس لوغ دو إكس على إكس بلوتو، دونك موان إيكغيك اللي هي إكس ناقص واحد بالقوس، حديري إيسي فاش في سنتيمتر كاري، حديري من الوحدات إلا كانت جوج خاصها تولي عندي ربعة تما في هذه الحالة. إذن هذا غيمشي مع هذا أوتوماتيك، عندك تنساو الموان إيسي، دونك غتبقى عندنا واحد أو ديال إكس ناقص واحد بلوس لوغ دو إكس على إكس، إذن دي إكس سنتيمتر كاري، فوالا. دونك ألوغ جو روفيان إيسي، فوالا. دونك إذن لفك الحصار على هاد العملية إيسي، أن إكس ناقص واحد زائد لوغ دو إكس على إكس بين واحد و أو، دونك يستوجب علينا أننا نستعمل أو جدول الإشارات. هنا دونك جدول الإشارة ديال إكس ناقص واحد بين إكس مول لانفيني كاين عدم في واحد تعطيني بلوس لانفيني، دونك هنا إشارة أ موجبة سالبة. ثم كنجي كناخذ لوغ دو إكس أيضا اللي هو يستوجب معرفته بين صفر واحد بلوس لانفيني، دونك إذا إكس هنا موان هنا بلوس ici. دونك الوغ سأتكلم عن إكس اللي خص معرفته جيدا، أن إكس ينتمي إلى واحد أو، حذاري ديما الإكس تنتمي لأ بي في هذه الحالة لمعرفة دراستي معنى أن إكس موجب. شبقى أن إكس ناقص واحد زائد لوغ ديال إكس بين واحد و أو، إذا دونك واحد أو، إذا أو إيسي فوالا ثم او ايسي. اذا لاحظوا بان اكس ناقص واحد من واحد او موجبه، واللوغ دو اكس ايضا من واحد او موجبه، اذا دونك اوتوماتيك اكس بين واحد و او، دونك الوغ لانتيغرال دي او اكس ناقص واحد زائد اللوغ دو اكس على اكس ايغال اكس ناقص واحد على اكس بلوس لوغ دو اكس على اكس، فوالا. دونك لي شوز كما لي بهذا الشكل، دونك قسمتها واحد شويه، دونك ما تبقاش عندنا ما يسمى بالقيمه المطلقه في هذه الحاله. اذا دوك تصبح بين واحد او اكس ناقص واحد على اكس بلس لوغ دو اكس على اكس دي اكس في سنتيمتر كاري. دونك الوغ جو ريفيان، دونك إذا هنا سنحاول شيئا ما، إذا دونك أ سوسوا دونك واحد أو ديال إكس، دونك إكس على إكس هي واحد ناقص واحد على إكس دي إكس، دونك باش نقسمها وندير القوس إيسي عطيني واحد على او لوغ دو اكس على اكس دي اكس، دونك في سنتيمتر كاري ايسي بهذا الشكل ايسي. دونك هنا الدالة اف ليا فيها، دونك جو ريبيت ايسي لي شوز، فوالا جو مكسكوز ايسي، دونك سي اكس او كاري، دونك إكس أو كاري، إكس أو كاري، بطبيعة الحال، دونك هي موجبة، إذا دونك ساسوعا إف لي إكس، دونك هي إكس ناقص واحد على إكس أو كاري، وهنا إكس أو كاري، علاش؟ باش تكون هاديك مساعدة، خصي ديجا
عطاوها لينا في هذه الحالة. دونك اف لي اكس، حاولوا انكم تعاودوها، اف لي اكس اكس ناقص واحد بلس اكس ناقص واحد بلس لوغ دو اكس على اكس او كاري. فوالا فوالا ici donc le moins x ناقص واحد مع x ناقص واحد بشيش. دونك شنو بقى لنا؟ هاد لاشوز ici. دونك اذا تعطينا واحد على او، دونك غنهرسو هذاك غيبقى لنا واحد على x ناقص واحد على x او كاري دي x بلس واحد على او لوغ دو x على x او كاري دي x في سنتيمتر كاري. اذا هنا سي ديجا، هذا سي ديجا خرجناه، ما عندناش فيه مشكل. اذا شنو غنديرو؟ الشقاق ويعطينا واحد على x هي لوغ دو x، اذا واحد على او. ديما الداله الاصليه، نطرح السؤال شكون هي الداله اللي ممكن اننا نديرو لها الاشتقاق وتعطينا الداله اللي عندنا. اذا هنا واحد على x فوالا، دونك واحد على x ايكال الناقص او الاشتقاق هي ناقص واحد على x او كاري افيك ان بلس ici. ici ان بلس فوالا بلس واحد ناقص جوج على او في سنتيمتر كاري. فوالا دونك اذا غنعطينا لوغ دو او ناقص لوغ دو واحد بلس هنا واحد او تعطيني واحد على او ناقص واحد، اذا ناقص واحد ناقص واحد ناقص جوج على او فاش سنتيمتر كاري في هذه الحالة. دونك لوغ دو واحد هو واحد فوالا بلس واحد على او ناقص جوج، دونك ناقص جوج على او سنتيمتر كاري في هذه الحالة. دونك اذا واحد على او ناقص واحد على او هي ناقص واحد على او هي ناقص واحد ناقص واحد على او ici دونك سنتيمتر كاري في الحالة. دونك عندنا ان بروبليم دو موا ici دو موا. اذا واحد ناقص جوج على او لوغ دو او ناقص لوغ دو واحد هي واحد زائد هنا واحد على او ناقص جوج، اذا ناقص واحد تما منين جاتني ناقص واحد ici ici c'est un plus voilà donc c'est un plus ici donc plus donc هذا c'est un zéro donc غتبقى اوتوماتيك واحد ناقص او هنايا دونك ان زيرو دونك بلس ان زيرو موان جوج على او. اذا دونك تعطينا واحد على واحد ناقص واحد على او سنتيمتر كار. اذا دونك حذاري دونك من لو كالكول، دونك لو كالكول فاش كنزربو فيه شويه دونك تيعطينا بعض المشاكل اللي كتخلق لينا هنايا بار هاد البلوس هذا مثلا اللي درتو انا ناقص واحد. اذا دونك نتمنى ان يكون الفيديو قد اعجبكم، ونتمنى انكم استفدتم كثيرا في هذا الفيديو، وما تنساوش انكم تابوناو في قناتكم ماجي ايدوي وتفعلوا الجرس باش او باش تحصلوا او باش يجيكم جديد في كل مرة. ثم نشكركم كثيرا على الانتباه، وشكرا على الانتباه.